الصبر على التعب والشقى وعلى الجرح اللي يطول ومبرع، الصبر على المكتوب، الصبر على الايامات، الايامات رزينة لحزينة، الصبر على سويعة في الدنيا تتعاش زينة. هذه حكاية للأخيرة اللي صبرت وتحملت، أما الدنيا بالشفاء كفتها وفي الشدة ماليها خلتها. الحواج الباهية والخايب الكل تلقاها في الموبايل، أي حكاية تتصورها في بالك تلقاها، حتى حاجة ما تخطرش على بالك. الحمد لله وكها، والإنسان يلزم دائما يكون إيمانه بربي قوي. صحيح أنه الضغط ياسر والمسؤولية ياسر، ويعني الدنيا صعبة، تراي الدنيا صعبة، ما عادش نجم تقاومها بالعقل، ما عادش قبل الأخر كان يعاوني راجلي ويخدم معايا، باقي الحمد لله لا بأس، مستورة وكها، ومالاش يعني مفيد نخلصوا كرينا مصرف صغارنا والحمد لله ولا بأس. توا ديجا يعني راجلي ملي عمل مشكلة هارب، عنده بريسك 3 شهور توا، ونمت حملة مسؤولية وحدي، نقوم الصباح يلزمني 5 نقوم نحضر لها مفطورة متاع الصباح، ونركح ولدي باش نهزو خاطر تشد لي فيه المرأة كل شهر ب60,000، ونخليهم هما نركح لهم لمجتهم باش يمشوا للقراية، ونخليهم نقصد ربي ما نحبش نقعد تحت حيط نمد يدي نخدم هكا بعرق جبيني، كان مد لي يرحم والدي، كان مدش يرحم والدي. بالنسبة لي نام الحمد لله وكها، المشكل انك انت تبقى من دار لدار، واحد يحملك واحد ما يحملكش، واحد يحمل صغيرك يبكي واحد ما يحملش، كل واحد كيفيه يعني، يلزمك تحملي حتى كان بخصك وقال اي حكايه يلزمك تحملها وكاو، خير من تبقي في الشارع يعني 3 صغار في كرومتي. ديجا يعني اني يعني عندي ولادك هاو، وعندي صغار راجلي ديجا تاو بشول امهم الجمعتين ضم، خاطر الراجل خرجني من دار ومن الكراء، تاو كل مره في دار حد، مره في دار سلفي، مره في دار طفلتي، مره في دار خويا. يرحم والديك، يعيشك الله يبارك. صبرت على العمر اللي الحلو فيه بطا وتغى عليها المر، صبرت على فرحة بقاتلها في القلب شهوة، إنسانة إيمانها بربي قوي، هزت حمل الدنيا وتحملت الإهانة والغزرة الدنيا، وكله هين هين على أخاتها صغيراتها. ولدي صغير عمره 1 عام و8 شهور، ما نجمش نحمله، وقت اللي نروح نجي في الليل نرقد نفيق نجي نحمل فيه يبدا يبكي ولا حاجه، ما نجموش يعني، خاطر يديا تبدا راجع عليها التعب نتاع نهار كامل، وتوا حتى بابا مش معايا، لا نجم نبدل له كوش، لا نجي نبدل في الكوش من عيط طفلتي، ولا نعيط لوحده من البنات باش تبدل لي كوش ولدي. يعني ما تصوريش احساس، الحمد لله وكا الحمد لله على ربي وكاو. بيد واحدة أما بقلب كبير، تتحدى قسوة الأيام وغدرة الزمان، اتعب سنين اتلخصهم دموع العينين، خيرة اللي عدت حياتها تخيط في أحلام صغارة، تعبت صبرت خدمت وبكيت وما زالت تحارب. مشيت نخدم في المعمل تقصت إيديا وكاو، عمري 16 سنة وقتها، عملوا لي شهرية كل شهر 200,000، اما يعني باش خذيت حقي هبوط ولا حكايه ما خذيت حتى شيء. مشيت للولايه حبيت ناخذ رخصه يعني بتاع جمرك ولا حكايه، حتى نكره الحد نولي مع شهريتي 200 مع راهي كريان الرخصه مع حاجه يعني تولي صافا على قليل تعاونك شوي، ولا نخدم بها انا ولا راجلي ولا حاجه. قالوا لك لا ما تبدلي البطاقه نتاعك من الصفاقس، ولا لا ما نجمون نعملوا لك حتى شيء. كهو الحمد لله وكهو على ربي لا بأس، كلها ابتلاءات من عند ربي والحمد لله. خيرة بيد واحدة تبربش في الزبلة، وليامات هي هي والحالة معها ما تبدلش، كل يوم من زنقة لزنقة ومن بوبالة لبوبالة، تطويل بها ثنايا والسوايع، ولهمها لبرد الشتاء والحرارة الصيف، همها الوحيد وليداتها اللي تشوف فيهم وفي ربي.